بننا احنا صح ولا مش صح؟ والله ما بتوصلش النهايات. احنا عاملين حملات مستمره وزرنا التعديات اللي على المجال المائيه. واحب اطمن حضراتكم ان احنا تواصلنا مع مجلس الوزراء ومع معالي دوله رئيس مجلس الوزراء وسيادته اعتمد مبلغ 75 مليون جنيه ترع الكوته واستكمال ترع الكوته اللي جايه من بني سويف لحد الفيوم. فان شاء الله باذن الله مع استكمال الترعه دي مش هيكون عندنا مشكله في ميه الراي. وفعلا الشركه استلمت الموقع وهتبدا في التنفيذ من الاسبوع القادم ان شاء الله. وخلال فتره وجيزه باذن الله مش هيكون عندنا مشكله. احنا كانت مشكلتنا في التمويل والفلوس. ربنا سهل معالي دولة رئيس الوزراء اعتمد مبلغ 75 مليون جنيه برضه بدعم من استاذ وزير الزراعه واستاذ وزير الري واستاذ وزير التخطيط وتم فعلا وصول المبلغ. وان شاء الله باذن الله مش هيكون عندنا مشكله في الري. بنك التنميه والائتمان يا معالي الوزير. بنك التنميه والائتمان الزراعي اللي بيحصل ايه فيه؟ انا راجل فلاح بروح البنك اخد 10,000 جنيه باجي ما بسددش المبلغ. يقوم يطلع لي موظف البنك يقول لي تعالى ده انا هخدمك وعشان خاطرك انت بس هدور لك المبلغ. يروح عامل قرض ب 11,000 جنيه ياخد العشر يسدد بيهم القرض القديم وال 1000 جنيه ياخد مني بقى يفتح حساب ب 500 جنيه ويعمل مش عارف 2% ايه ويوصلني في الاخر ال 10,000 جنيه اللي انا باخدهم يخلوني اخدهم 9 ولا كام. ده بدايه يعني. انا معاك ان في خلل ولابد ان نعترف. طالما بنعترف بخطانا يبقى احنا ماشيين في الطريق الصحيح علشان نطوره. خطا اداري موجود لكن لابد ان المستثمر الفلاح عندي ما ياخدش القرض الاستثماري بتاعه يوصله 18%. لا ياخده طبقا للظروف اللي بتفرضها البنك المركزي. لكن لما يجي ياخد قرض زراعي اذا كان هو اساسا موجود ب 6% يبقى على الاقل ياخده 7% يندفع 2% خد مصاريف اداريه وخد. لكن لابد ان يوصلك بنفس المعدل لأن الدم